ريتا حارب رح تكون خطيبتك؟ رح تكون خطيبتي للأسف وراح أفسخ الخطبة بسرعة شديدة. بآخر المسلسل رح يتركني يعني 30 يوم. لا مش بآخر. مين قال لك بآخر؟ أنا والله أنا معلوماتي بتقول يمكن نتجوز يمكن ما نتجوز، يمكن نتجوز ونطلي، يمكن من أساسه ما نخطب. أنا هيك معلوماتي والله دقيقة. فينا نحن نتصرف يعني، القرار بإيدي مش بإيدها يعني. أنا فيني حسب أداء، إذا حسيت أنه أنا مرتاح معه ممكن نعمل له 10 مشاهد. وأنت إضافية. شو؟ لا أنت مرتاح ولا مش؟ لا مرتاح مرتاح. لا ريتا ممثلة ومجتهدة ومريحة كتير وبتحب شغلها، وإن شاء الله الله يوفقها ومتمنى لها مستقبل كتير. مرسي. عبد فهد كبرت بتجربتي معك. عبد فهد بهذا المسلسل عم تلعب دور بهذا المسلسل عم تلعب دور شخصية ما بتشبهك أبدا، جاهل غير متعلم يعني. يعني اليوم ملامح الشخصية من وين جبتون؟ حتى ذوقك بالتيب اسم الله عليك، يعني شفتك بالبرومو مزوق بالتيب والليلة كمان يمكن أوفر شوي. هو أوفر الملابس، هي أوفر، هي بتشبه الشخصية، بتشبه جابر سلطان يعني، بعوالمه، بالبيئة اللي إجا منها، بطبيعة مهنته وطبيعة شغله، معه مصاري كتير، فهو بيجخ، هو بيشوف إنه هذا الشكل يعني، هذه الموضة بالنسبة له، هذا الكاركتر يعني. هاي ملامح الدور، هاي ملامح الشخصية اللي هي رح تكون فيها فرق كبير بينها وبين الشخصية المقابلة يعني، شخصية نادين اللي عم تلعبها. كنا طبعا نتمنى نادين تكون معنا، بس في ظرف الحقيقة ما سمح لأنها تكون موجودة، ونحن كمان كنا نتمنى نادين تكون معنا. ليلى بنوجه لها تحية، للأسف ما قدرت تكون موجود معنا لظروف شخصية. فهذا الشكل تبع الشخصية، شكل الشخصية إلها علاقة بالشكل يعني، إلها علاقة بألوانه، ببيئته، بشكله، كيف يتحرك، كيف يمشي. هو كاركتر راح نشوفه إن شاء الله بعد بكرة. عبد فهد، هل ممكن اليوم رجل مش متعلم يعني غير متعلم بالحياة الواقعية ينغرم بامرأة متعلمة ويتفقوا سوا ويعيشوا مبسوطين؟ ممكن ينغرم طبعا يعني. الغرام ما له علاقة بالثقافة ولا جنسية، هلا هو السؤال ولا له علاقة بالتعليم. الحب عذري يعني، الحب قلب، لما بدق القلب بحب الواحد. هلا هو بس بعدين يعني، هو هذا هو اسمه العمل، اسمه الطريق. الطريق رح نشوف لوين رح يودي، في مطبات بكل طريق يعني، فنحن رح نتجاوز هاي المطبات أو رح نغرق فيها ورح تعمل دراما يعني. كل مطب في دراما، في حدث يعني. نهاية الطريق ما فينا نسألك كيف هي. معقول؟ حتى لو سألتيني ما رح أجاوب. ريتا حارب عم تلعب بدور شخصية شوي فولجير اليوم بالمسلسل، هيك خبروني. فولجير تعرفش يعني ما؟ طيب كيف تحضرت لهذا الدور؟ خبريني. مش فولجير، بس هي شخصية شوي كمان مأوفرة بالستيل. ها لك رغدة، شفت رغدة اليوم شوي كمان هيك الصراحة بتصرف ال ليه بقى لجابر؟ فشوي كمان بتزت الخزانة عليها، وعندها كمان ستايل خاص باللبس. بس هو يعني المسلسل بيحكي شوي كمان عن النساء ومعاناة النساء، وكل امرأة بالحياة يعني يمكن تشبه أكثر من نموذج بحياتنا الطبيعية. ففي كتير نماذج من النساء بالمسلسل بيشبهونا، كل وحدة بمطرح، وهيدا كمان لذة طريق.